التفاؤل مش معناه ان انا عايش في الوهم، التفاؤل مش معناه ان انا عبيط، التفاؤل ان انا مش مقدر الصعوبات او حجم الصعوبات اللي في حياتنا، التفاؤل ان انا مقدرها. بس لما بيجي المر بشوف ان المر ده قبل كده جالي وعدى، وانا مؤمن ان ربك رب الخير. انا معرفش المستقبل فيه ايه، لكن لما بقارن المشاكل اللي انا وقعت فيها في حياتي وربنا خرجني منها انا واهلي وجدودي، no, this works.